المدير هضر على قضية الكادو المهني، علاش من الآخر السي مدير؟ وزير المالية أو وزير الميزانية السي القجع قالنا في شي مع راسي، ما كاين لا كادو المهني والو، قال لكم هذاك الكادو المهني اللي عطاو الصيد البحري فيما مضى، بقات الحكومة السابقة، قال لك هذيك واحد هذيك بدموع وكيشوف كيشي عمل يزولوه لهم، قال أنت ما تهضروش معنا على كادو المهني بصفة نهائية. إذا اش كاين؟ حنا كنقولو هنا، أصلي ما تعطينيش الكازو المهني، أعطيني مقايسة على الديكساسيون، من هذي تقريبا 3 سنين، وحنا كنطلبو فيها، وقدمناها سيدي الوزير، والتزم وزن النقد وزن الميزانية، أن عرفوش أقل من الوقت، وبقينا كنتسناو شهور وسنوات و 3 سنين، وحنا كنتسناو، فين مشى المقايسة سيدي الوزير؟ حنا وزارة النقد مشكورة بحق الله، قدمت مقترح لرئاسة الحكومة، رئاسة الحكومة درسوا صدقوا عليه صيفطوا الامل عامة الحكومة باش يمشي مشروع قانون البرلمان، ولكن مع كامل الاسف لما وصل مشروع قانون المقايسة للحكومة الامل عامة الحكومة سحب من الامل عامة الحكومة ها في الديوان، قال لك خصنا الديوان مجلس المنافسة باش ابداء الراي، الله اكبر 3 سنين عاد فكرتو تديو مشروع قانون مجلس المنافسة باش تشوفوا ابداء الراي ديالو واش عنده شي تأثير على المواطن شي حاجة. إذا كتحس أن الحكومة كتلعب معانا كما قال الحاسب الغالي كما قال الحاج الصافي كما قال الحكومة كتلعب لأن ما يمكنش المقايسة كاينة في الدول الأوروبية تعملت في ساعات وحنا تخيل 3 سنين كننتظر وتدي تقولي تسنى راه في الحكومة مشيت للحكومة بقيت كننتظر شوية قال لك راه مشى للأمانة شوية قال لك راه مشى للمنافسة شوية قال لك تسناو. إذا كنحمل المسؤولية من رئيس الحكومة فيما يخص قانون المقايسة لأنه هو اللي كيخرج لك قانون المقايسة باش الناس في المغربي باش انت تفكر في كازوال مهني طلع كازوال أو هود عملنا فاكتور ديالو راه حسن لا مارسيس زيادة. إذا كنقول الإخوان أنا باش ما نطولش عليكم راه كنسوا عبد الله بلاصة السكر سرايس وحشو الله يرحم والديك. إذا كنقول الإخوان هو أنه فعلا حنا غنسقوا مع الاخوان رؤساء الجمعيات المهنيه والساده رؤساء الجامعات والنقابات على اساس ان المرحله دقيقه المقاول النقد المغربي مقاول شركه النقد المغربيه في وضع صعبه وجات الساعه اللي نقول للحكومه ووزاره النقد نحن يد واحده واننا لن نسمح شي واحد يلعب بينا ويقول لنا الفتره الانتدابيه ديالو يمشي وزير يجي وزير ما بقيناش قاصرين راه حنا الدراج الحمد لله كنقولوا كيش كيعملوا فرق تاسود اجيبوا الحاج بالغالي يعطيوا الكلام يجمع يعطيوا الكلام شحال الساعه يعطيوا الكلام يمشي عند فلان يعطيه الكلام ويبقى يلعبوا بنات. حنا كنقولوا باننا حنا مقبلين على اضراب عام في حاله تنطلق مع الاخوان ونشوفوا النقاط اللي غتكون هي بحال نقولوا المعارض التوصيات هي النقاط اللي باقا ما تبغاش الحل مع الحكومه. انا كنقول الحكومه انا كنقول وزير العام وزير النقد وزير الماليه كنهضر مع الحكومه زمان الا هي الحكومه ما التزمتش معانا كرؤساء وكجمعيات وكنقابات وهودنا طاوله الحوار وتفاوضت معانا فانا كنقولوا ابشروا بنضال طويل ابشروا باحتجاجات طويله ابشروا باضافه أنا معاكم.